لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. للأسف النهاردة معنا خبر محزن جدا. تلقينا منذ قليل خبر مفزع ومحزن، وفاة الممثلة القديرة فريدة سابونجي. تم تأكيد الخبر من بعض المصادر الجزائرية. انتقلت إلى رحمة الله منذ قليل الممثلة القديرة فريدة سابونجي عن عمر يناهز 92 سنة. فريدة سابونجي رحلت عن عالمنا بعد معاناة مع المرض. لكن يا جماعة، للي ما يعرفش مين هي فريدة سابونجي أو حابب يعرف معلومات أكتر عنها، فريدة سابونجي فنانة وممثلة سينمائية ومسرحية جزائرية من مواليد الثلاثينيات بحي الدويرات في مدينة البليدة. اشتهرت فريدة بأداء أدوار المرأة الغنية والمتغطرسة الشخصية القاسية القلب أحيانا، كما أنها صاحبة شخصية قوية، والتي يمكن لنا القول بأن الفن ولد معها. دخلت سابونجي المسرح في سن مبكرة جدا، حيث كان عمرها آنذاك حوالي 13 سنة، ووقفت على ركحة إلى جانب كبار الفنانين على غرار محي الدين بشتارزي ورويشد ومحمد التوري وغيرهم. ودخلت عالم الفن من باب الإذاعة الوطنية سنة 1947، وقد مد لها محي الدين بشتارزي يد المساعدة. وفي الخمسينيات قدمت العديد من الأعمال والأدوار بالمسرح الوطني الذي كان يعرف بالأوبرا على غرار أوتيليو وأوتيفون وترتيف وقناع الجحيم والدنجوان، والعشرات من الأعمال المسرحية الكلاسيكية رفقة مصطفى كاتب ومحمد التوري ونورية وكلثوم وغيرهم من نجوم الفن الجزائري. في سنة 1989 طلب منها المشاركة في مسلسل المصير تحت إدارة المخرج الكبير جمال فزاز، واحتاج الدور الموكل إليها الكثير من الغطرسة والقبضة الحديدية، ولقد نجحت في الدور وأحبها الجمهور كثيرا. إلا أنها قدمت أعمالا أخرى مختلفة وتقمصت العديد من الشخصيات سواء كانت اجتماعية أو هزلية في المسرح أو المسلسلات. أشهرها دورها في المصير سنة 1989 وأكيد الزمن سنة 1999، حيث عرفت بالشخصية المتسلطة. لكن لا شيء من هذا صحيح، لأن الأدوار المسندة إليها تلعب دورا في ترسيخ هذا الاعتقاد في أذهان الكثير من المشاهدين الذين لا يعرفونها عن قرب. وكل هذا يعني أنها تتقن الأدوار المسندة لها بدقة واحترافية إلى درجة أن المشاهد يصدق المشهد ويؤمن بأنها بالفعل متكبرة. وآخر عمل كان لها هو دار البهجة سنة 2013. ربنا يا رب يرحم الفنانة القديرة فريدة سابونجي ويتغمدها بواسع رحمته. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل تذكرون الفنانة فريدة سابونجي صاحبة الشخصية القوية والتي يمكن لنا القول بأن الفن ولد معها؟ حسنا، فريدة سابونجي ظهرت اليوم عبر حسابها في تويتر وقالت: جمعة مباركة لكم. لكن الغريب في الأمر أنها ظهرت عليها علامات الكبر التي بدت واضحة تماما في وجهها، حيث علق شخص من متابعين الفنانة فريدة وقال في تعليقه: والله أنا ما أقدر أقول إلا ربي يطول بعمرك وسبحان مغير الأحوال. ربنا يا رب يطول بعمر الفنانة والأستاذة فريدة سابونجي، إنها أيقونة المسرح الجزائري بل وشخصية محبوبة في الوطن العربي بأسره.
ليندا ابنة الفنانة القديرة فريدة صابونجي تظهر لأول مرة. ظهرت ابنة الفنانة الجزائرية القديرة فريدة صابونجي ليندا على حسابها بفيسبوك وكتبت فيها جمعة مباركة عليكم، وتصدرت محركات البحث يوتيوب بعد ظهورها الأول. وقبل كده ظهرت ليندا ابنة الفنانة القديرة فريدة صابونجي طمأنت الجميع على صحة والدتها الفنانة الكبيرة في فترة المرض، وقالت والدة بخير، ولم تطلق العائلة أي نداء، وضعها مستقر ولا ينقصها أي شيء، وشكرت كل من يحبها ودعا لوالدتها بالصحة والعافية. أنباء عن وفاة الفنانة القديرة فريدة صابونجي. تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تويتر وفيسبوك خبر وفاة الممثلة القديرة فريدة صابونجي. وتعتبر الفنانة القديرة ممثلة سينمائية ومسرحية جزائرية من مواليد الثلاثينيات، اشتهرت بأداء أدوار المرأة الغنية المتغطرسة الشخصية قاسية القلب أحيانا. دخلت المسرح في سن مبكرة جدا، حيث كان عمرها آنذاك حوالي 13 عاما، ووقفت على رقحة إلى جانب كبار الفنانين على غرار محي الدين بشترزي ورويشد ومحمد التوري. قدمت العديد من الأعمال والأدوار في المسرح الكلاسيكي بالمسرح الوطني الذي كان يعرف بالأوبرا على غرار أوتيلو، أوتيفيون، ترتيف، خناع الجحيم، البنجوان، والعشرات من الأعمال المسرحية الكلاسيكية برفقة المرحوم مصطفى كاتب، محمد التوري، نورية، كلثوم وغيرهم من نجوم الفن الجزائري. سنة 1985 طلب منها المشاركة في مسلسل المصير تحت إدارة المخرج الكبير جمال فزاز رحمه الله، واحتاج الدور الموكل إليها الكثير من الغطرسة والقبضة الحديدية، ونجحت في الدور وأحبها الجمهور كثيرا، إلى أنها قدمت أعمال أخرى مختلفة وتقمصت العديد من الشخصيات سواء كانت اجتماعية أو هزلية في المسرح أو المسلسلات، وتقمصت عدة أدوار في مسيرتها الفنية سواء في مسرح أو عبر التلفزيون الجزائري، أشهرها دورها في المصير سنة 1989 وكيد الزمن سنة 2001. ابنة صابونجي لم نطلب أي مساعدة ونرفض نشر صورها والتعرض لحياتها الشخصية. أعرب رئيس جمعية الألفية الثالثة الفنان سيد علي بن سالم عن أسفه من التصريحات والإشاعات التي تم تداولها بخصوص الفنانة القديرة فريدة صابونجي، والتي لا تمت بصلة إلى الواقع الذي تعيشه أيقونة الفن الجزائري، خاصة في ظل التكفل التام بها من طرف ابنتها ليندا. وقد صرح الفنان سيد علي بن سالم في اتصاله مع الشروق أنه انتقل شخصيا لبيت الفنانة القديرة فريدة صابونجي مباشرة عقب الإشاعات التي تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد لنا أن صحة الفنانة مستقرة، مشيرا إلى أنها تعرضت سابقا لجلطة دماغية سنة 2018 ما ألزمها العزلة والابتعاد عن الأضواء، خاصة أن سنها تجاوزت 90 ومصابة بالزهايمر، إلى أن وضعها يبقى مستقر ولا يستدعي كل هذه الإشاعات. وفي ذات السياق أكد سيد علي بن سالم أن الفنانة القديرة فريدة صابونجي تحظى برعاية صحية جيدة من طرف ابنتها ليندا، خاصة وأنها تشتغل في قطاع الصحة، وهو الأمر الذي يسهل عليها مهمة رعاية والدتها، كما أنها تستعين بمساعدين في مرافقة المريض لضمان التكفل التام بوالدتها على مدار 24 ساعة. كما أكد المتحدث أن ابنة فريدة صابونجي قد نفت ما تم تداوله جملة وتفصيلا، وأنها تتأسف من هذه التصرفات التي تصدر من أهل الفن، كما كذبت ما صرحت به الممثلة فريدة حرحار نقلا عن مصدر قالت أنه موثوق ومطلع. وقد أكدت في تصريحاتها أنها لم توجه أي نداء، لأن والدتها تحظى بالرعاية الكاملة من العائلة والجيران ولا تحتاج حاليا لأي شيء، داعية إلى ضرورة احترام قرار والدتها بالابتعاد عن الأضواء وعدم التعرض لحياتها الشخصية أو تداول صورها وهي مريضة، احتراما لمسارها الفني الطويل ومشوارها الحافل الذي لطالما قدمها في صورة المرأة الجزائرية القوية التي حافظت عليها طيلة عقود من الإبداع. وقد استغربت ابنة
فريدة صابونجي السيدة ميندا من الإشاعات التي تم تداولها، مشيرة إلى أن والدتها قد تعرضت كغيرها لوعكة صحية منذ سنوات، وأنها تسهر شخصيا على توفير كل ما تفتضيه حالتها دون اللجوء إلى طلب المساعدة أو توجيه نداء لأي جهة كانت. كما اغتنمت الفرصة لتقديم خالص شكرها للجمهور والفنانين والإعلاميين الذين يسألون عنها والاتصال للإطمئنان على حالتها والدعاء لها بالشفاء العاجل. من جهته قدم الممثل والمخرج سيد علي بن سالم تشكراته الخالصة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي لم يتأخر في الاتصال وإبداء استعداده للتكفل ومساعدة الفنانة القديرة فريدة صابونجي إذا اقتضت الضرورة. للإشارة فإن الفنانة القديرة والمجاهدة فريدة صابونجي من مواليد 18 سبتمبر سنة 1931 دخلت عالم الفن الرابح في سن مبكرة وهي لم تتجاوز 13 عاما، حيث شاركت في عدة أعمال برفقة الراحل محي الدين بشترزي وغيره من عمالقة الفن في الجزائر، حيث تعرفت على زوجها الفنان بوعلام رضي الذي توفي سنة 1966 وهو والد ابنتها الوحيدة ليندا رضي. وتقام كشف فنان في مجال التمثيل مقرب من الفنانة القديرة فريدة صابونجي أن الأخيرة تعاني في صمت وحالتها الاجتماعية والصحية تتطلب المساعدة العاجلة. الفنانة المحبوبة التي أفنت عمرها في العطاء للفن والسينما الجزائرية لم تحصل سوى على حب الشعب الجزائري فقط، وأشارت مصادر مقربة منها أنها متواجدة في حالة لا تحسد عليها في بيتها بضواحي العاصمة إثر مضاعفات صحية بعد إصابتها منذ سنة بوعكة صحية ألزمتها الفراش نظرا لعدم قدرتها على الحركة نتيجة تقدمها في السن. الفنانة القديرة صابونجي متواجدة على فراش المرض على حسب قول الممثلة فريدة حرحار، ما عندهاش حتى باش تشتري الحفاضات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.